كراسي شلناهم. فرح وين الكراسي؟ هناك تو شافتهم هناك. شلنا كل الكراسي، قلنا نجهز السياره. بنسوي غرفه. اللي بتسوي غرفه؟ فرح احنا ما راح نسوي غرفه اليوم، راح تقعدون 24 ساعه في السياره. شلون تروح الحمام؟ اي ولد حمام متنقل تسوي فيه ماي بطل. تحاتي جهد، هاتي اشياء ترى ضروريه. شاطره. لا لا، لما تروحون الحمام تنزلون تروحون الحمام اكيد، يعني وين بيروحون الحمام؟ ايه وين تبي تنامين؟ انا راح انام هنا، هو راح ينام هنا، انا راح انام هنا، ادرس راح ينام وراك. زين نامي ورينا يلا. توني بدينا بتروح حمام، توني بدينا بسم الله. يلا احسن، شوفوا قبل لا نبدي وتدشون روحوا حمام. راح نجيب لكم ماي، روحوا حمام، اي شيء بتسوونه سووه. مو مهم فرح وبوب يروحون حمام. منو؟ حنان لازم تروح حمام. هذا الفيديو ينزل باليوتيوب. ايه اكثر واحده لازم تروح حمام. لا لا، حطينا الحين الفرش، كل واحد راح يلقى بيت شيت شيء كذي على يعني مفرش على القنفه، يختار اللون اللي يبيه ويجي بسرعه. ابي ودي ابي ودي بسرعه. شفت شلون قاعد اصدمهم؟ هم جايين كلهم برا ما يدرون. طالع عبالهم على طول يدشون. بوبو احمر. عادل ابو قال الاخضر. عادل عادل تاكل كل الالوان. مالي شغل، ما حد تاكل. انا ابي ازرق. ما يصير انت، ما يصير انت وبوبو نفس اللون. اختار لون اسود ولا اخضر. عادل اخضر؟ اي عادل. يا جماعه بقول لكم شيء، رحت خذيت الوردي، ايفي ماسكه وردي وازرق، هجمت عليها باخذ وردي، تفاخرت تعطي فرح، تبي فرح تاخذ الوردي، تقول لي اخذي ازرق حق فروحه وردي، كان اخمطه. شوف فرح تقول ايه ابي ازرق ابي ازرق. شاطره فرح، شاطره الحمد لله. قبل تركبون سياره في قانون. القانون بايد امكم. وريهم القانون. يلا حطوا تليفوناتكم وغراضكم ايبادكم. ما في 24 ساعه ما في لا تليفون لا ايباد ولا شيء. يلا يلا بوبو. لا تطالع كذي، لا تطالع كذي، ماكو. انا عادي انا احب. ويت تليفون نسيته. ابراهيم لا تكذب جيبك، انا شايفه. يلا عادل تليفونك. دقيقه اتذكر شيء. شنو وايد عندهم اعمال؟ اسرار اسرار. بيان مورينا. قاعد احاول اذكرك، قاعد اذكر انزل ستريك ولا لا. يلا حتى ابوي حتى انت. لا احنا غير، احنا القانون هذا مو علينا، احنا نصور. احنا مو وياكم ال 24 ساعه، احنا نصوركم. يلا دشوا قسموا. يلا قسموا اماكنكم داخل. يلا كيفكم تنفسخون ولا لا؟ فرح تفصل. انا بحكي مني. نحب نقول لكم ان ريحة سيارتنا جواتي. ما بس انا برد تعذب. بروح اجيب مخدتين زيادة. بسرعة بسرعة قبل لا هذا. يلا عندك ثلاث ثواني. واحد اثنين ثلاث خلاص يلا ارجع. ابي ماي، بروح اجيب لي ماي. راح اجيب لك ماي، راح اجيب لك ماي. ما شاء الله الحين كلهم يخدمون نفسهم الحين. صاروا كلهم ما شاء الله. يلا ما شاء الله ما شاء الله. وي وي ليش ليش؟ ايش تبي تسوي؟ عورتها عورتها. قطع على وجهي. حرام والله حرام. عورتها عادل. ما ترى ما يعور والله، قطع على وجهي. هذه بداية ال 24 ساعة. إذا بعد ساعة عادل ما قاعد عاجل كل انطب عليه، لا تخافون. اي والله تعال، أنا ما أقدر أنحاش. جاهزين؟ جاهزين! يا سلام والله أنا تشوقت صراحة، أنسدح هني. أوكي وين راح نروح؟ يعني مو مهمة سالفة البحرين؟ لا تبي تروح البحرين؟ روح البحرين. تبي تروح البحرين؟ مو جايبين جوازاتنا ولا شيء. فروحة حبيبتي فروحة. زين عورتها الحين صارت حبيبتي صح فرح؟ هذا إبراهيم نايم صدق. كنا عاجبهم ها؟ ايه عاجبهم سالفة ايه راحة. اي الحين انا مع فروحة. واو انا مع حنان. ايش فيها؟ انا مع فروحة. انا مع حنان. انا مع فروحة. انا مع حنان. انا مع فروحة. اخر عادل انا بفروحة. تعالي فرح فروحة. خلاص خلاص انا مع فروحة. انتم متخيلين الازعاج اللي احنا فيه؟ مو متخيلين. مو متخيلين. يلا يا جماعه عندي اقتراح، فروح المساج من عندي. عادل عادل خليك تطلع. عد
هذول لعبوا كيلو بامية. بنقول لكم ليش. خلينا نشوف من يفوز فيكم. يلا راح نسوي كيلو بامية الحين. يلا كيلو بامية. منو فاز؟ يلا كيلو بامية. أنا أنا أنا. تليفونك عادل استخدم تليفونك لمدة شكثر؟ نص ساعة. ما في شحن. ما في شحن. ما في شحن؟ نعيد 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 بعدين بعدين. ما احنا قلنا لكم تسووا كيلو بامية بس ما قلنا لكم شنو الجائزة. ما توقعوا هم. اسألكم سؤال، لو الحين واحد منا يقرر بيطلع ما يصير 24 ساعة بسيارة. ما في، انتوا قاعدين قاعدين. والله لو ادري كان جبت واجباتي. والله عادي قاعدين مع عادل. ليش؟ يمكن عشان بس عادي قاعد. انا يحب عادل. اي يحب عادل. لا ما يصير عادل، لا تخليه يطالع بتليفونك وياك. ان شاء الله. لا لا صير نذل عادل. ما شو عادل يطالع من الطالع مو على كيفه. هو فاز بابا. هو فاز. فاز وقاعد يطالع. انت ما فزتي، انت فرح فزتي انت؟ لا. اي خلاص اللي فاز هو ياخذ التليفون ماله نص ساعة. ما يشوفه ما يشوفه اكبر منه كلنا نطقه. لا حبيبتي ما يصير هذا بيج براذر، ما يصير حبيبتي. ما يعطي تليفونه وما يقول العب تليفونه، ما يصير. ما يخالف ما يخالف، بعدين انت فوزي واخذي تليفونك. بنروحه؟ انت متضايقه عشان عادل عنده تليفونه؟ كلكم هجموا عليه وطقوه. طقوه! هجموا عليه! ما راح تطق حيل؟ احنا نريد اخر خاتمي طاح! خاتمي طاح! خاتمي! يلا الحين رحلة البحث عن خاتم حنان. يلا دوروا خاتمي هذا. عندكم 24 ساعة دوروه. خاتمها عاد تحبها وايد. الخاتم بكم؟ الخاتم بكم؟ ماك شغل ما ببيع. اللي قال يعطيها كلها كلها. راح نلقاه بعدين لما نشيل الاغراض كلهم. فرح لقيته. شكرا. يلا على مرضاتك. شفتوا شفتوا شلون اللي طق اخوه العود شو يصير فيه؟ خاتمه يضيع. هم الحين شلون نحطهم 24 ساعه بمكان صغير؟ 24 ساعه راح يطق القنطه. يلا عادل يا حلو. خلصت النص ساعة؟ شنو؟ خلصت؟ خلصت النص ساعة. يلا حسبنا لك بالتليفون بالدقيقة بالتايم بالثانية. يلا 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 يا حلو. دقيقة باي دقيقة صار له دقيقة كل شوي دقيقة. أمي يا شيطان. الحين صار لك 32 دقيقة. يلا شكرا. بس أنا خذيت فاطمة من حنان أبي أيبادي. يعني هي اللي قلت خاتمي فتبي ايبادها يعني. والله هي لها وجهه نظر. بس سوي كيلو باميه مره ثانيه. كيلو بام شنو جالسه؟ ما نقول ما نقول سووا. يلا قدي قدي. يلا كيلو باميه. كيلو باميه. انا لا 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 انا انا خلاص والله ما سويت. يلا انا سويت يما وقسما بالله سويت. شباب 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 لا تصارخوا صار ازعاج. بس قولوا لي صج صج منو فاز. والله انا والله انا قسما لا انا والله العظيم والله انا لا ما نبي ناخذ ايباد الجائزه مو ايباد. ويت ويت مو ايباد الجائزه. لحظه قعدي ورا قعدي ورا يبا. والله العظيم ان حتى اول مره لما فزت بوبو قال لا فرح مو سويت فرح مو سويت. خلاص شباب دام حنان فازت خلوها تفوز. يبا ترى ترى في ترى في كيلو باميه وايد. عشان لا يصير سويت كذي. خلاص اوكي ادري عشان لا يصير اخر كيلو باميه. خلاص اوكي انا سويت كذي الحين انا فزت. خلاص حنان عادي يعيدون بعد مره؟ لا حنان مو راضي. بشت بشت لأنه بتفوز مو راضية. لا خلاص خلنا نعطي حنان بس خلاص. فرح فرح الهدية ترى مو ايباد وتليفون. قومي قومي مو ايباد وتليفون. سمعي شنو الهدية. سمعي سمعي الهدية. انا بايباد وتليفون. سمعي فروحة فروحة. قومي قومي روحي هناك عند بوبو فرح. انت ليش مدلعها؟ ها؟ ليش مدلعها؟ فروحة صايرة مسخة. لا فروحة هذه اصغر وحدة لازم فرح. هي هي القلب الحنون ما شاء الله. بدي اروح اقعد عندها ورا. اي ما بس خلنا نوقف السياره نوقفها راح اروح وياها مره. ما
لا تضحكين فرحك. انزين مدام حنان فازت، حنان تختار المطعم اللي بناكله الحين. بس بس حنان ترى احنا يواعة يعني. ابي افكر. شوفوا انا ودي اكل دياي لان صار لي كم يوم ما ادري اكل لحم لحم لحم. اوكي. وباكل دياي عشان عادل اخوي حبيبي ما ياكل لحم ياكل دياي. والله لو مطعم خايس يا حنان. لا مو خايس بس لحظة بفكر ما فكرت. اعطوني 5 minutes. A few moments later. مطعم جمعية بيت ابوي؟ لا. شباتي؟ لا. سمبوسة؟ ايه. شاورما؟ ايه. برجر؟ لا. دقيقة ابي مطعم كذي حلو يعني في كل وايد اشياء. دقيقة بفكر مع نفسي. لا تتكلمون اللي يتكلم يا ويله. هذه ايش فيها؟ سلام شلون شخبارك زينه؟ بساعدك بهدوء. اوكي. برجب العبد. لذيذ عاد بس صدق يطول الحين لازم نقول لهم يجهزون طلب. صدق عادي احنا 24 ساعه بالسياره عادي. بعدين هذا قبل كان يطول اول ما فتح الحين ما يطول. اهم شيء تروح المطعم اللي انا نقيته اللي عاجبني انا. زين بس شو صوروا فرح صوروها فرح. الهديه مو ايباد، الهديه اكل. ليش 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 تاذيها عادل؟ شنو سويت انا وراي ليه؟ بس بنروح انا بنروح. يلا باي. راح اوريكم شيء ناكل. ايه ونرقص. نرقص؟ شلون ناكل ونرقص؟ قولي ناكل لما نخلص بعدين نرقص، ما يصير ناكل ونرقص. شنو تبون من فرج ابو العبد؟ انا ابي ورق عنب ودقيق مشوي. ايه ورق عنب ودقيق مشوي. انا مطعم لازم انا اول واحدة اقول. يلا ابي شو اسمه؟ انا ابي اللبن مالهم العجيب. انا بعد ابي لبن. ابي شاورما. هو في مسحب وش طاووق. انت مسحب قاعد تسمينه شاورما. ايه مسحب مسحب. ايه زين. انا كل مره اكل مسحب. ايه مسحب. وانت شنو الحين اسمح لكم تقولون؟ انا ابي شيش طاووق. اوكي فرح. شكل ولبن. لبن لبن. بس تبي لبن البنت. لبن لبن. بس انت ما خليتي بوبو يكمل ترى. هو ياكل الطاووق وياكل ورق عنب. قول بوبو قول. ورق عنب وكباب ودياي مشوي و كل شيء. بابا يبي كل شيء من المطعم هذا ولبن والمطعم كله. انا ابي 2 لبن مو 1 لبن صراحه. ايه؟ مشكوره حنان ان يعني اخترتي لنا مطعم وايد حلو. اشوى ان ما اختارت مطعم انا ما احبه. الحمد لله. يا قلبي يا قلبي يا قلبي. العفو العفو. انا ترى مختاره احس اقرا داخل مخ ابوي. الحين هم شوي ناموا ناطرين شنو؟ ناطرين الأكل. الأكل وصلنا. شوفوا فروج أبو العبد. شنو يعني فروج أبو العبد؟ اسم المطعم فروج يعني كله دياي. إيه أبو العبد. هو خلطة لبنانية مسوينها. أنا اللي أو أتذكر قبل يوم سألتهم كم يعني شنو فروج أبو العبد؟ قال إحنا عندنا صوص خاص فينا من لبنان. فهم سموه كذي انه هو لبناني المطعم. ابو العبد لان في واحد ايه ابو ايه؟ مسمي ولده عبد. صح يقولوا له ابو عبد. ايه بسموه عليه. لبنان كلهم كذي. طبعا تسالون ليش انا حاطه كبوس على شعري؟ لان عادل اذاني قاعد يسحب شعري. ما حد سال. يبون يسألوني مو انت. لا يا جماعه ما سويت شيء. والله قاعد يسوي كذي بشعري. خلاص حبيبي خلاص. انا بقول لكم شيء. احنا الحين واقفين جدان المطعم، الاوردرات قاعده تطلع، انا ميت من الجوع. تبون تعرفون شلون انا جوعان؟ سمعوا صوت بطني. والله وايد صوت بطني. وايد جوعان وايد. في فرقه موسيقيه. فرقه موسيقيه داخل بطني. ايه. يلا خلنا ناخذ الطلب ونروح ناكل. يلا زين الحين وين ناكل؟ ناكل قدامهم يقعدون كذي؟ لا. ها؟ راح تشوفون المفاجأة. احنا ورا المطعم وين نروح؟ نرد البيت. تكلمون بالسيارة تنامون عند البيت. راح ننام اليوم بالسيارة بس عند البيت، ما يصير ننام بالسيارة برا يعني بعيد. راح يقولون انتوا ليش واقفين هني؟ شو تبون الحين؟ بعدين واحد يروح يبي يبوق السياره. يلا ابلع الحين داخل ندق على الشرطه ما تقدر. شنو يعني ابلع بهالكلمات؟ شنو يعني؟ يا 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 هذه كلمات الخويين ما تعرفينها صح بوبو؟ ايه صح. طلب وصل. شكرا. شو اخباركم؟ تفضلوا يا باشا. شكرا. ميتين من اليوع. شكرا. الله يسعدك ويبارك فيك. شكرا.
شكرا فروج ابو العبد، احلى احلى لبن. لا مشكور، احلى لبن. يلا يلا خلينا نروح وناكل. يلا يلا تساعدوا وزعوا الاكل يا شباب. تدرون وين قاعد ناكل؟ بالبر. بالبر، شوفوا وراي قاعدين هني ناكل. يلا رجعونا ابي فروج. يلا يلا يلا. اهم شيء اللبن. ورق عنب. هذا ورق عنب. هاي شنو؟ هذه عبودي. عبودي عبودي. ايه صوص حلو. ايه تحب كذي انت في صوص اشياء. عبودي الثانية مسحب. ايه الله. واو مالي مالي. انطب هذا نفس كعك. كعك يعني مثل الخبز داخل الدياي. والله العظيم. ايه انا بياكل النخاوي. اوه شوفوا 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 المخول. هذا كليب. يلا شيرينج شيرينج. من طالب طاووق. انا طالب مسحب. طاووق انا مسحب. هذا كباب. انا مسحب. انا كباب. انا باكل كباب. هذا سحب. فرح شنو قاعد تاكل؟ ورق عنب. ورق عنب حلو. شنو صار عندي؟ شنو الله شنو باللبن. انا بس لو افهم شنو الصوص اللي يحطونه، لانه الصوص مو طبيعي. كل مره انا اصور اليوم خليها هي تصور عشان اكل يعان. يلا نابو يحب كذي. منو نوتي بهالسيارة؟ عادل. منو نوتي بهالسيارة؟ بابا. لا حنان. 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 منو السيارة؟ حنان. 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 شوف الدخان شو يطلع. إيه قاعد نشوف. خذ وايد حلو. حلو حلو حلو. تعال. ها. ولا شريدنا. صدق وأنا قصوا إيدهم. احنا بالبر غسل بالتراب. انا بعد عبودي. انا بعد بطلل وياكم خندوق واحنا نصور يعني. لا لا انت بس تصورين عشان تحسين فيني لما اصوركم انتوا تاكلون. انطركم لاخر شيء. عادي انا باكل وانا اصور. لا 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 انت نوعك لازم ما تاكل. فروج ابو العبد اليوم. لا لا لا. هذا عبودي. ليش ما سموه عدولي؟ لا مو كل شيء عادل. بابا خيط لي هذه وايد حلو. بالعافيه. الله بالعافية. يا سنتاج عليها سحبة. أبوي 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 الله يعافيك خوي. ما يصير نرقص وإحنا ناكل. بابا قاعد تسوين كذي. لا ما يصير بابا. لا بتاكلين ما يصير. خل خل. انت شلون تنام؟ انت لازم تقوم. نمشي؟ ايه شلون يعني؟ يلا يلا تكلينا خدرنا. البر ينوم. بر ولا بحر؟ ما عيدها صح. ما عيدها خلاص. اخيرا وصلنا. وين؟ البيت. زين هم نايمين ورا. انت ليش دايخ؟ دخنا بعد الاكل. رايكم نسوي فيديو ثاني مرة ثانية كامل يعني نقوم يوم كامل 24 ساعة نروح فروج ابو العبد مرة ثانية وكل شيء. بس الحين شو نسوي؟ نروح الفراش ننام. لا يا حبيبتي 24 ساعة ناموا هني. هذول نايمين صدق ولا شنو؟ اي والله. ها؟ اي والله العظيم. ايش رايك تشربين شاي وحليب؟ يلا على ما يقومون. من يبي شاي وحليب؟ انا. شاي وحليب بسكوت. هذا نايم. من يبي شاي حليب بسكوت؟ انت؟ مع بسكوت. اوكي انا ابي شاي حليب مع بسكوت. يلا شاي حليب مع بسكوت. ليش ما تقعدي اياهم داخل يعني؟ لا 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 تخشور تخشور قاعد عادي. يصير اطلع ايدي من السياره؟ لا لا انت 24 ساعه بالسياره. الله الله شكرا. الله شاي حليب بسكوت. يلا انا والله تعبانه. عشان تصحصحون. ابراهيم ارجع ورا. بوب ارجع. شلون النومه بالسياره؟ مريحة. شن تبين فرح؟ شاي حليب وبسكوت. طبعاً إحنا حاطين إضاءات هني، تليفونات فوق وما أدري شنو عشان الليل الحين ظلمة. ما استخدم تليفوناتنا حطوها بإضاءات. إيه ما تستخدمون تليفوناتكم. بوبو حط ربع الكوب شكر يبين عندكم. أنا مو ربع. أنا ثلاث. تعال إبراهيم مو زين. أنا دبل. ترى مو زين شكر شكر وايد. مو زين مو زين. شكر شنو شنو شكر؟ سكر هذا كان فل. انا بالكويت عندنا في ناس يقولون شكر، في ناس يقولون شكر، في ناس يقولون شكر. كل واحد يقول شيء. انا اقول سكر. سكر انت السكر والله. الله شاي. فنروح تبي شاي؟ سوي لها شاي. فرح حطي ماما حر. انا اسوي
ترى امي ما تحب الشكر، ابوي يحب الشكر، احنا نفس ابوي. عشان كذي حلوين طالعين. الحين قوم نفسي. شلون الشكر ينخلط؟ لازم كذي. لازم تحوسه. هذا خذيناه بالكيمياء، احس خلاص صداع. ليش مكرس؟ ليش مكرس بلاستيك؟ يعني حلو. استغفر الله العظيم، يعصبون اللي ما يعصب. منو اللي دمر؟ منو اللي دمر كل شيء؟ اي انت الوحيده ما دمرتي شيء؟ اي شاطره والله. انا وايد مشتاقه حق رون. رون لو انت موجوده شلون قعدتي بسياره 24 ساعه؟ رون ذاك اليوم قاعد تقول لي ما انا اكثر شيء مشتاقه له ايش؟ مشتاقه لحنان. وحنان وايد تسولف، قصدي ما تسولف كذي، يعني مشتاقه حق سوالفها. ترى انا شخصيتي حلوه ما اسكت، تقولون سالفه اكمل وراها 10 سوالف. حلو حلو حلو. بعد شكرا. بس ابراهيم وايد شكر يبا. ما يصير يبا، ما يصير وايد، مو زين. ماما اعطيني ماي. ماي يلا كهناك الماي بابا. شكرا. عفوا. سؤال اخر. شو نقول قبل لا نشرب؟ صح. انا بسالك سؤال، انت ليش تكسرين البسكوت وبعدين تحطينه مني؟ هو صغير. الجلاس صغير تقول لك. البسكوته ما ادش كلها بالجلاس. ما شاء الله. عادل؟ 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 هو دير بالكم. حط لك شاي حليب؟ بعد شويه. شبعان صح؟ شبعان. احنا عشان اليوم قاعد نصور بالسياره 24 ساعه، فريجنا مليون سياره مرت، كل يوم ما يمروا سيارات. اليوم مليون سياره. شنو؟ تكرهون. ليش تسكره؟ ليش ابني؟ الحين بس تقلد فرح. انت تقلدين بوبو؟ لا. بوبو يقلد فرح صح فرحة؟ اي تبغى قصور كذي؟ كان هو يقول ابي. رتبتي عدل. ما اعرف. عطني. بتعرفين ايش تسوين؟ لان انا اللي اختي اللي صبتها. بس تاخذين. اي يعني شوفي. ابي حناسه كري حد الحيل. ما مو راضي. هذا مو شيء اصلا. عبالي الغطا. شيء شكله مو غطا ترى. ما يتسكر عليه لا. شفتي. مو الغطا ماله هذا. خلاص يلا بدون غطا. هاكم كلينكس. من يبي كلينكس؟ انا. يبي عدو القام يبي ماي. تو اعطينا واحد مشروب بس صادنا. انا من الحين سموني ابو فهد. ليش ابو فهد؟ ليش ابو فهد؟ ليش ابو فهد؟ حلو. ليش؟ قريب تسوي ولدك فهد. هلا ابو فهد. سلام ابو عادل. هلا شلونك ابو فهد؟ زين الحمد لله. ابو عادل شلون؟ ابو علي اخوك. ابو علي؟ منو ابو علي؟ حسين. حسين. ايه صح. عادل شو بتسمي ولدك؟ بوبو فهد. انت شنو؟ عدنان. هلا ابو عدنان. هلا ابو عدنان. اسمي ولدي عدنان وبنتي بشاير. وبنتي راح اسميها حنان. تحلمين؟ ليش؟ مو حلو اسمي؟ لا حلو بس ما راح اسميه. انا باي بتقول مو حلو. كنت بقول ماما حنان. شوفي شنو شنو بتسمي بنتك؟ انا قلهم بعلم. انا فرح. انت شنو بتسمين ولدك؟ 1 hour later. اوكي. 3 hours later. قاعد تفكر. صعب عليها. صعب. ما تقدر. ولا بوبو. تسمي بوبو. تسمينا بوبو؟ وش عليه ابو فهد؟ لا مو بوبو. مو بوبو. ها بابا البنات ما يختارون. البنات يختارون البنت وصبيان يختارون صبي. بس انا راح اختار اثنيناتهم. ما له شغل يبا. ما له شغل. اللي اختارت روان بعدين ابوي اختارني انا وعادل بعدين ماما سمت ابراهيم وفرح. وين رايحه؟ وين رايحه؟ ما تطلعين من السياره. وين بتروحين؟ انا اجيب ايبادي. ما يصير. بسمي بنتي. خافك سوالف اللي ما عندهم تليفون. نفسي تقول لك. لا. زين ليش مو بشاير؟ ما مرتك تسمي كل عيالك. انا اقول حنان. تحلم. شنو تقول؟ مرتك شنو ما راح تسمي؟ شنو تحلم؟ زين عشان راح تشوفك وانت صغير بعدين باليوتيوب راح تقول تحلم. ها؟ هلا حبيبتي. ها؟ انا سبعه. انا ابي بنت. ابي بنت. ابي بنت حنان. واو. خلي اشيل الحين شاي حليب لان فرح تبي ايباد. لازم نسوي الاكتيفيتي سريع. كيلو باميه. مو حنان. وين دانا؟ دانا. دانا هذه رفيجه حنان. دشي داخل السياره. ما يصير. نبي نسوي لكم شيء الحين داخل. هذا ترى ليش؟
بدون الايباد مشكله ترى. شوفي 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 كاميرا هي باي. يلا فرح ما يصير تطلعين برا. اللي يطلع ترى الحين بعطيهم سلايم، بعطيهم الوان. ها يلا تعالي يطلع بعطيهم سلايم. لا 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 اللي يدخل، اللي يدخل داخل نعطيه سلايم، يدخل داخل نعطيه يعني سلايم. يعني فرح ما راح نعطيها. يلا يلا فرح، فرح ما تلعب سلايم، فرح ما تلعب سلايم. ابي ماي هات ماي. يلا كم ماي روحي. صراحه هم لازم نعطيهم ملهيات فرحات. يلا 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 كاس سلايم. يلا سلايم. ماما سوين راح نخرب اوبو اوبو السياره. هات من يبي، من يبي؟ ايه عاد القعد انا. ردناهم. بروح اي لون خذيتي؟ اسود. انا احب لون اسود. بيت احمر. من يعرف اغنية جمل 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 يصبري على العطش؟ ايه جمل جمل جمل, جمل. سفينة الصحراء يمشي ولا يتعب بالحر ما يهم. بعد ما ندري. فرح شو تعرفي تغنين؟ شو تعرفي تغنين؟ وين 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 راح اشتج يصدى ولج يحفز هيلج. وين ولا كلمة صح؟ استج وين وين بصير بدينا بدينا لا يأذينا. وين 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 كل مرة ينط وفجأة ينط. وين بالضبط؟ وين 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 يبا الحديده الديده كاني بصيده لا تعوريده. وين 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 الحبه الحبه نحطه الحبه نحطه كلنا بس ليش يسوي كذي. لا هو بالجيم ولا بالفريم حتى ابغى. آه غلط انا كلكم انتم داخل. ليش تضحكين؟ انت دايما غلط بالكلمات وهذا. انا دايما غلط بكل شيء غلط انا. لا 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 بلا بلا لا بكل شيء غلط انا. خلاص علقتوا في اغنيه ثانيه احلى. انا انت انا انت انا انت لا احلى اغنيه كهو عدل وصل. كهو عدل وصل والله اليوم وصل. كهو عدل رايحين فرج ابو العبد شوي بوبو وحرحين فرج ابو العبد. عاجل اذاننا وايد فصار فيني اللي كل يوم لويا. يلا بلا هم بس كلويا. يلا بلا غم كل يوم احنا بتعب وانت ما تفكر ابد الا في نفسك بسك شيطان عدول. حلل المشاكل يا بس لا تتهاوشون. بوخو وخر عن هيا. لا اول شيء وخر عن هيا. شفيكم ما تسمعون. بو 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 يا تعبنا ترى من اللويا والدندرة. خشمك راح اكسره. تعبنا ترى من اللويا والدندرة. فرح شنو سويتي؟ اشوف 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 وريني. واو احب لون اخضر بس سويت لون اخضر واسود معاه اسود. عاد الحبيبي قاعد نلعب واخر ريلك يعني طين الطعم للريول. تاكلين الطين حنان؟ تحط ريلك عليهم. يبا 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 اي 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 حبيبي تطويلك عليهم زين والله قام. انا اعرفه قاعده انا اعرفه قاعده انا اعرفه قاعده. اي والله عبروك ها انت ايش تسوي الحين يا قلبي؟ لو 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 ها شنو بعد تدري هو يقول اغنية هدى حسين بس حتى مو حافظها. بعد انا بعد شو اسوي بعد هو انا كلها ما اعرف كلها ما اعرف شيء كلها مو حافظ ما شاء الله بس انتوا الحافظين. لا بس الاغنية غلط بس هدى حسين ما اعرف. شون؟ في احد ما يعرف هدى حسين؟ شو ما تعرف هدى حسين؟ في احد ما يعرف ليلى والذيب اللي انا احط لك المسرحيه تخاف يما ليش عيونك كبيره؟ عشان اطالعك فيهم. ليش عيونك كبيره؟ عشان اسمعك فيهم. ليش راسك كبير؟ ليش اسنانك كبيره؟ اسنان
عيوني كبيرة عشان أكلك فيهم. أنا أكلك أكلك. أنا معاكم. والله إيش فيك؟ وخر أشممك الريل الحين. قاعدة تعورون، لا تعورون. متأكد إنك شايف المسرحية يبا. إيه شايفها بس مو لازم أحفظها. هاوس دور محمد العجيمي اللي هو الذيب اقوى دور بالعالم. يعني انت قاعد تقول عشان اكلك فيهم بس هو ما يقول عشان اكلك فيهم يقول اكلك اكلك لازم اسوي كذي يعني وانط واسوي الاداء بتقول علشان اشوفك فيهم يا عزيزتي ايش عوينك تسبح لك عشان اشوفك فيها يا عزيزتي قولي لي هاي معنى هاي معنى انا بقول لحظة قولي لي عشان اقلد يا عزيزتي عزيزتي عشان انا عشان اشوفك فيها يا عزيزتي عشان اشوفك فيها يا عزيزتي ليش ادونك كبيرة عشان اسمعك فيها يا عزيزتي يا في بعد شيء ليش اخي كبير لا ليش ايدك كبيرة وليش ايدك كبيرة عشان اضمك فيهم اضمك يا عزيزتي ليش اسنانك تخلع عشان يا عزيزتي لا لا ضربة غاضية بوبو هاي ضربة غاضية ها زين واخروا عن حنان واخروا عن حنان بس خلاص خلاص حنان حلوة 24 ساعة لا مفروض ضربة غاضية احنا المفروض نعطيهم تليفوناتهم اي صدق صراحة اليوم صار طويل وايد وال 24 ساعة وايد طويلة وتعبنا فيها استانستم اي عشان كذي راح نقول لكم نشوفكم بفيديوهات جاية حلوة لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب نحبكم وايد ويلا شو نقول لهم باي منو خايس منو خايس عادل خايس عادل خايس لا ما يصير نقول خايس هد ايدي والله اعضك اقسم بالله هذا عبالة قوي قده يلا 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 شنو العائلة كمال جمال اي ما شاء الله يلا فرح سوي لهم باي فرح باي Thank you.